عندنا دولة واقفة جنب رؤوس الأموال وجنب المطورين العقاريين، عندنا مناطق جديدة بتتفتح، عندنا تسهيلات في طرح الأراضي من الدولة وتسهيلات في السداد، فإحنا مختلفين جزءا كلية وجزئيا عن الفقاعة العقارية. وطبعا الفقاعة العقارية دي ناس هي بس بقت ماسكة الكلمة وبتقولها وخلاص، هي قصة الفقاعة العقارية إن إحنا عندنا حجم المعروض دلوقتي كتير جدا، وأكتر من مشاريع يعني المطورين العقاريين بقوا كتير جدا في السوق، ففي طلب عالي والشراء بقى قليل، فهي الناس بتتكلم إن فقاعة عقارية هتحصل. هو السوق مش هيفضل ستيبل دلوقتي لأن في حاجات كتير، بس احنا بنعمل ان الفترة الجاية ان الكلام دوت مش هيحصل، لان احنا الناس ابتدت النهاردة لو نتكلم على العائد بتاع الناس كانت حاطه فلوسها في الشهادات، الناس ابتدت تفك الشهادات بتاعه الاستثمار بتاع قناه السويس، ابتدت تحط فلوسها في العقارات لان شايفين ده انجح ليهم. صعب جدا في مصر يحصل فيها فقاعة عقارية، لان معظم الناس اللي بتشتري عقار بتشتري بغرض السكن او الاستثمار كلها من التمويل الذاتي الشخصي ليهم، يعني من جيبهم الشخصي، ما بيروح، ما عندناش فكرة التمويل العقاري اللي بيحصل في أمريكا وفي دبي. بص يا فندم، من واحنا صغيرين عارفين دايما ان مفيش حد في مصر مش محتاج بيت، ليه؟ لأخوه، لأخته، لجوز أخته، مش عارف ايه، لابن أخته، بس كلنا بنديل حياتنا ان احنا محتاجين بيت. مفيش حد في مصر النهاردة وصل قالك احنا عندنا حالة تشبع انا مش عاوز اشتري. انت النهاردة حضرتك لو اتعرض عليك شاليه في الساحل الشمالي ب 200,000 جنيه 80 متر بتعمل ايه؟ بس خلاص يبقى عندنا فقاعة وتشبع، ما عندناش. الجيل الخامس اللي هو ما يسمى بالوشاية والأكاذيب اللي مالية البلد. نعم نعم نعم. فدي ضمن الأكاذيب والوشايات اللي هي بتحاربنا بها الدول الخارجية والدول الداخلية، داخليا وخارجيا. فمن ضمنها بقى أزمة السكر وأزمة الرز ورز البلاستيك والبيض البلاستيك والبيض الصيني البلاستيك والفقاعة الهوائية اللي هتحصل. ليه بقى؟ لأن النهاردة عندك القطاع الاستثمار العقاري هو القطاع الوحيد اللي شغال في مصر وبيجر ورا منه مجموعة هائلة ومجموعة كبيرة جدا من القطاعات الأخرى.